السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مباشرة من مدينة تمارة وبالضبط من أمام مسجد الهدى. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، هذا مسجد الهدى وحنا كنتواجدوا في مدينة تمارة. هذه الطريق اللي كطلعنا جهة الخيزوران من حدا مسجد الهدى، وهذه الطريقة اللي كدينا في اتجاه المسيرة واحد، وهنا عندنا كاش بلوس وعندنا مجموعة من المحلات. والطريقة هذه اللي كدينا مباشرة في اتجاه عمارة حي الناصر والقروش وباقي النقط المجاورة. أجواء باردة، واحد الجو اللي هو زوين، اللهم بارك، الله يرحمنا، اللهم سقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. في هذا الفيديو الإخوة رجعت لكم بواحد الأمر اللي هو مهم للغاية، ورجعنا عند خويا بالعقدة، تخفيضات وميزات على جميع المنتجات، وعندي لكم الجديد. اليوم كنهضروا على واحد الكميه محدوده، وكما سبق واشرنا درنا لكم واحد الاعلان ديال العرض ديال راس السنه، فكنقول لكم الحمد لله الزبناء ديالنا راه جاوا من مجموعه من النقاط من مدن مختلفه، والحمد لله استفدوا من العرض، استفدوا من العرض. اليوم كنبغيو نبشروا الزبناء ديالنا انه بقى واحد الكميه اللي هي محدوده، محدوده للغايه. هنا المرايه كما كتشوفوا معنا الاشكال والانواع باثمنه جد مناسبه. المرايه ديال 2000 درهم اليوم دايره 1500 درهم، والمرايه ديال 2500 درهم دايره اليوم 2000 درهم. الخوت اللي كيلتحقوا بينا في هذا اللايف هذا، بغينا كلشي يدير لايك للفيديو ويبارطاجي مع الاصدقاء، بغينا كاع الخوت والحباب يستافدوا من العروض اللي كاينه في لوم ديكو، عالم تريه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. شوفوا معايا الاخوان المرايه، اللهم بارك، المرايه 180 درهم، المرايه ابتداء من 180 درهم. عندنا اثمنه جد مناسبه، اثمنه في المتناول. في هذا اللايف هذا غادي ندخل معاكم في عالم التريه، وغادي نشوفوا شعكوكه، وغادي نشوفوا مجموعه من الامور اللي كتعلق بعالم التريه. وكنبغي ناكد لكم الاخوان، اللوز ديال السلعه كاين في لوم ديكو، كنهضروا على التريه ديال بيت النعاس، ديال الصاله، ديال السيجور، كلشي كاين، كلشي كاين. وعندنا عالم الاواني كذلك، عندنا الديكوراسيون، مجموعه من الامور غادي تلقاوها في لوم ديكو كما كتشوفوا. اللهم بارك، شوفوا معايا التريه الاخوان، كنهضروا على التريه العصريه والتريه التقليديه، كنهضروا على الصاص الاوريجينال، كنهضروا على الصاص الاسباني بالطابع بالكارانتي الاخوان. ملي كنهضروا على الكارانتي راه الكلمه ما كيصديش، ما كيتغيرش له اللون ديالو. انتم الاخوان اللهم بارك، التريه البلديه بثمن جد مناسب، فيها بروموسيون زوينه بزاف. الناس مساكن كيبغيو يديروا التريه في الدار وكيخافوا من الثمن، فاليوم الثمن اللي غيخلعكم الاخوان 4200 درهم لا غتولي 3500 درهم. بغينا حتى الدرويش اللي كيحلم بالتريه يديرها في داره ممكن يديرها في داره. وانتم الاخوان 500-700 درهم ناقصه في التريه، اللهم بارك. شوفوا معايا تبارك الله التريه قداش كبيره، الصاص اسباني لمعان، اللهم بارك، وبثمن جد مناسب. وفين غتلقاو هاد الثمن؟ غتلقاو عند بل العقده في مدينه تماره حدا مسجد الهدى. اللي كنبغي نذكر الاخوان راه اللهم بارك، انك كندخلوا مع الدخله ديال المحل كتلقى الدنيا كلها مزرزره بالتريات، راه تبارك الله الكميه خرجات وبقات واحد الكميه اللي هي محدوده. وكنبغي نقول لكم، كنبغي نقول لكم هذه الكميه اللي محدوده راه باقا في البروموسيون، باقا في الثمن ديال البرومو، هذا هو اللي كنبغي ناكد عليه باش تستافدوا ان شاء الله. والاكثر من هذا داخلين واحد الموديلات الاخوان، واحد الموديلات ديال الهبال، اللوز ديال السلعه كيف ما كنقولوا. ملي كنهضروا على اللوز راه اللهم بارك كنعرفوا اللوز شنو كيعني، فكنقول لكم مرحبا بكم. انتم كما كتشوفوا اللهم بارك، شوفوا معايا الكريستال هنا كيفاش داير، شوفوا اللمعان الاخوان، شوفوا اللمعان كيفاش داير، كاين واحد الجماليه داخل الصالون، الصاله، بيت النعاس، على حساب الموديل اللي غتاخذوا وعلى حساب الجهد ديال كل واحد. فاللي كنبغيو ناكدوا عليه راه الدرويش يقضي. الله اكبر، الله اكبر، حان موعد اذان صلاه الظهر حسب توقيت مدينه تماره. فالاخوان كنقول لكم مرحبا بكم عند لوم ديكو بمدينه تماره. شوفوا اللهم بارك الاخوان، التريات الكبار والصغار اثمنه جد مناسبه. شوفوا معايا تبارك الله، هنا 250 درهم تقضي الغاره، شوفوا تبارك الله على ديزاين كيفاش داير، شوف تبارك الله. هنا عندنا المبيخرات عاوتاني، شوفوا تبارك الله هاد المبيخرات الاخوان، 3 بياس وبشحال لا غلى على مسكين 400 درهم. لوم ديكو كنبغي نقول لكم مرحبا بكم، اثمنه في المتناول، اثمنه
جد مناسبه ولا غلى على مسكين. ها الطروا بياس الاخوان 250 درهم، 250 درهم كما كتشوفوا معنا، وغادي نقطعوا معكم الامور اخرى ان شاء الله. شوفوا معايا تبارك الله هاد التري هادي، شوفوا الديزاين ديالها كيفاش دايره، فيها ثلاثه ديال الكرات تبارك الله. وبشحال بشحال الاخوان كان دايره 1000 درهم، واليوم كنقول لكم الخوت 700 درهم فقط، لا غلى على مسكين. اليوم كنبغي نقول لكم الديكورات واواني وعالم تريه بامتياز، وكنسطر عليها بالحمر هاد عالم تريه بامتياز. اي واحد ممكن اليوم يجي عندنا للمحل ديال اليوم ديكو وياخذ تريه اللي كيتمنى. كاينه مولات 2000 درهم ومولات 4000 درهم، وكاينه مولات 500 و 550، وكاينه مولات 900 درهم، وكاينين التريات الصغار عاوتاني ديال 400 درهم، 350، 250، كلشي كاين. من كل فن طرب كيف ما كنقولوا، اللهم بارك. شوفوا معايا الاخوان، راه ماشي اي واحد كندوزو في اللايف، وماشي اي واحد كنبغيو نصوروا له المحل، راه المعقوله الاخوان هو الاصل، والناس اللي جاوا المحل راه عارفين السبل العقده. والشباب اللي مع اللهم بارك، خدمه نقيه، خدمه متقونه، خدمه نقيه ومتقونه. والاكثر من هذا كيقدموا لك نصائح كيفاش تحافظ على التريه، وكيفاش تخليها زوينه، وكيفاش تخلي اللمعان، وكيفاش تخلي الامور مزيانه عندك في هذيك التريه اللي كتاخذ. هنا البولات الصغار اللي شويه، واحد التريات في ديزاين اللي هو عصري عاوتاني، هنا كاين 180 درهم، كاين 150. هادو الاخوان هاد الاثمنه اللي كنعطيكم هادي راه مفاجاه، هادي حصريا في ليم ديكو، راه في اماكن اخرى هادي 150 درهم، هادي دايره 300 درهم، 280. هنا كما كتشوفوا معنا ديزاين جديد عاوتاني، كاين 180، 150، 230. درويش يقضي الغرض. شوفوا تبارك الله، شوفوا على ديزاين الاخوان، 150 درهم فقط. شوفوا معايا هادي تبارك الله كيفاش دايره، هادي بالضبط، شوفوا معايا هادي كيفاش دايره تبارك الله. هادي انا كنت شفتها 300 درهم، انا اليوم احنا داير لها 150 درهم، لا غلى على مسكين الدرويش حتى هو يقضي الغرض. اليوم اثمنه معقوله، واليوم الاكثر من هذا كنهضروا على المعقول، وكنهضروا على الجوده، والدرويش يقضي الغرض. اهم حاجه في هادشي كله الدرويش حتى هو يقضي الغرض. اليوم كنعرفوا عماله صخيره التماره كتعرفوا واحد التغييرات كبيره، كنعرفوا الناس ديال اعاده ايواء قاطيني دور الصفيح كيمشيو لمدينه الصخيرات، واكيد كيدخلوا على هذيك الشقه كما كنقولوا كيبغيو حتى هما يتمتعوا فيها ويعيشوا ما تبقى من العمر في واحد الحويجات اللي هما زوينين وبما يرضي الله. اليوم كنقول لهم كاين واحد التريات اللي غيزينوا ذوك الشقق وباثمنه رمزيه الاخوان. هاي اللهم بارك، هذه كيفاش غتجي في ذاك الصالون، وهذه كيفاش غتجي في ذاك البيت. اللهم بارك، اللهم بارك. كاين ما يدار وكاين ما يتقال الاخوان، فكنقول لكم مرحبا بكم عند السبل العقده بمدينه التماره. للتذكير فقط راه غنعطيكم رقم الهاتف وكنأكدها ونعاودها، عجبكم شي موديل ما عليكم غير تواصلوا معنا. اختي اللي كتشوفيني في هذا اللايف ولا خويا بغيتي تفرح المدام، كنهضروا على هذا الباك هذا مثلا، عجبك هذا الباك غتواصل معنا في الرقم اللي غنعطيكم في اللايف، وبغيتي يوصلك حتى للدار ما كاينش غرام ديال المشكل. التوصيل بالمجان، التوصيل بالمجان، خوكم ايوب كياكد على هذه الكلمه، التوصيل بالمجان بتراب عماله صخيره التماره، وكذلك بالرباط ما كاينش غرام ديال المشكل. اختاروا البرودوي اللي بغيتو وان شاء الله غنجيبوه لكم حتى للدار. انتم كما كتشوفوا معايا كنحاول نفيكسي لكم شويه على دي برودوي، انتم تقدروا ترجعوا اللايف تسكريني والصوره وتواصلوا في الرقم ديال السبل العقده اللي غادي نعطيه لكم على المباشر ان شاء الله. وانا ملي غياكد لي السبل العقده لي كوموند راه حنا غنجيبو لكم السلعه حتى لباب الدار، ما عندكمش غرام ديال المشكل، توصلكم السلعه ديالكم، قلبوها وخلصونا نعم اسيدي، والله يدخل عليكم بالصحه والعافيه والرزق الوافر. انتم كما كتشوفوا معايا، شوفوا هنا الكريستال، عندنا الطبقه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، هذه كانت دايره 1700 درهم، اليوم دايرين لها 1200 درهم، 1200 درهم الدرويش يقضي الغرض، لا غلى على مسكين. اليوم كلشي خاصو يقضي الغرض. رقم الهاتف كما قلت لكم هو 06 61 39 01 90، الرقم الاخوان هو 06 61 39 01 90. عجبتني اخويا هاد المبيخره هادي، عجبني هاد الباك 3 بياس 250 درهم. انتم اللهم بارك الاخوان باش تاخذوا فكره، انتم تبارك الله راه فيهم واحد الديزاين زوين الله يبارك، وحده اكبر من وحده. هادو كيجيو في الصاله واعرين، كيتحطوا واحد الديكوراسيون زوينه بزاف. هادو 250 درهم مالك اخويا، غير تواصل ولا اختي، بغينا هذاك الباك ديال 250 درهم، بغيتو على شكل كادو غنديروا ليه لومبالاج، غنقادو لكم داك الشيء غزال
وكيحمر الوجه كيف ما كنقولوا. فما عليكم غير تواصلوا معنا ان شاء الله وما يكون غير خير. شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله الثريا عاوتاني واحد ديزاين زوين 3 في 1. وبعض المرات هذه غير بوحدها، هذه غير بوحدها كتلقاها دايره 250 300. اليوم 3 في 1 450 درهم، 450 درهم. شوفوا معايا تبارك الله هذه المكانه، اللهم بارك. شوفوا معايا تبارك الله هذه المكانه مهيبه مهيبه. مصطفى بالعقده تبارك الله عليك، الله يكبر بك، اللهم يسر الاخوه اللي كيواكبوا معنا اللايف. مرحبا بكم، مرحبا بكم عند الاخ بالعقده بمدينه تماره. ما غاديش تلفوا الناس اللي جايين من الرباط، غادي توصلوا لمسيره واحد، غادي تسولوا على مسجد الهدى، غاتوصلوا حدا مسجد الهدى ليم ديكو ولا بالعقده، مولتريات بالعقده. والرقم هو 0661 39 01 90. ولوكاليزاسيون الاخوه راه غنصيفطوها لكم في واتساب ان شاء الله. واي استفسار شي واحد تلف مرحبا. نعم خويا اوتوماتيك في الواتساب، اللهم يسر. الرقم هو 0661 39 01 90. كنقول لكم مرحبا بكم، وان شاء الله كما كنقولوا دائما اللي تقالت عليكم خفافت علينا. والاخوه راه كنديروا هاد اللايفات لان كنشوفوا غلاء الاسعار في مجموعه من الامور، ولكن كاينين محلات اللي كيفكروا في الدراوش، كاينين محلات اللي بغاو الدرويش حتى هو يقضي الغرض، ولازم ما نبارطاجيوهم معاكم. شوفوا اللهم بارك، ها هي هذه واحد البروم، وهذه من الموديلات الاخوان، اللهم بارك. شوف 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 هذه ب 150 درهم. ها انتم ها انتم سولوا شوف شوف الاخوان واحد القضيه، سولوا على راسكم، دور دور وسول على راسك. هذه دايره 350 400 درهم بلايص اخرين، اليوم حصريا عند اليوم ديكو 150 درهم. لا خلا على مسكين الدرويش حتى هو يقضي الغرض، هذا هو اللي كاين عندنا في موديلات مختلفين. شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله كتعطي واحد الجماليه، واحد الاضافه كبيره في بيت النعاس، في الصالون، في اي بلاصه حطيتيها غادا تعطيك التغيير. اللهم بارك، الله يسخر الامور. فغادي نذكركم برقم الهاتف اللي هو 0661 39 01 90. كما كتشوفوا هذه المرايه، اللهم بارك الجماليه هنايا، المرايه مع هاد الشعكوكه هذه اللي عندنا كما يحلو للبعض بالتسميه ديالها شعكوكه. راه كاينه مجموعه ديال العبارات، كاينه في الديزاين هذا، كاين في ديزاين واحد اخر. كنقول لكم مرحبا بكم الخوت، كاين ما يدار كاين ما يتقال. والسي بالعقده راه غنيه على التعريف بتراب عملات صغيره تماره، الا من اقول جهه الرباط سال القنيطره. اللهم بارك السلعه ديال لوم ديكو عند الاخ بالعقده، راه الله يبارك، مشات لاكادير، مشات للمدن اخرى تبارك الله بعيده في المملكه. والحمد لله الناس كيشكروا الجوده اللي عندنا، وبغيناكم حتى نتوما تستافدوا. تهلاو ليا في راسكم، وكنقول لكم مرحبا بكم، راه راجل معقول. السلام عليكم.